السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البيت وايز اوبريشنز شبه الاند والاور والاكس اور والكلام ده كله تمام. بس ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الماسكينج. احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الماسكينج مهم والكلام ده، وان احنا هنستخدم العمليات المنطقيه البيت وايز اوبريشنز في الماسكينج. فان شاء الله النهارده هنشرح الماسكينج، خليكم معايا تمام. فاول حاجه احنا نفس الكلام بتاع كل فيديو، هنعمل اول حاجه امبورت للصوره، هنعمل ايمج ريد، وبعد كده هنعرض الصوره عادي. الماسكينج بقى احنا ممكن نتخيل الماسكينج دي عباره عن ايه. يعني لو انت جيت مثلا اتخيلت ان الماسكينج دي عباره عن طبق سودا ماشي، وجوه الطبق السودا ديت طبق شفاف ماشي. فهو لو انت جيت حطيت الطبقه ديت فوق للصوره، فمش هيبان الا الجزء الشفاف بس من الطبقه ديت تمام. فدي يعتبر كانه الماسك. مثال تاني، انت ممكن تعتبر مثلا ان الحته ضلمه ماشي، وانت حاطط الصوره مثلا على الترابيزه ولا كده. فلو انت جيت كشاف على الترابيزه على يعني على الصوره وهي محطوطه على الترابيزه، فمش هيبان الجزء اللي الكشاف محطوط عليه بالظبط ماشي. مش هيبان جزء من الصوره الا الكشاف مشاور عليه او مؤشر عليه تمام. فدي نفس الفكره بتاعه الماسكينج، هتلاقي كل حاجه حوالين الصوره سودة، مفيش الا الجزء بس اللي ظاهر اللي الكشاف واقف عليه تمام. فدي الفكره بتاعه الماسكينج. باستخدام برضك يعني الحاجه اللي انت ممكن تعملها بالماسكينج، ممكن تعملها باستخدام كروبينج. انت تحدد الجزء من الصوره اللي انت عايزه وتعمله كروب، فنفس الكلام. بس الفكره ان احنا نستخدم الماسكينج كتير، وكمان بتبقى اسرع بتهيألي. وكمان وتاني حاجه ان احنا نستخدم ماسكينج كمان ان شاء الله في الفيديوهات الجايه لما بنشرح الانستجرام والكلام ده كله. فاول حاجه احنا الماسكينج بتعمله ازاي، بتكون طبقه عاديه 2D ماشي بنفس الطول والعرض بتاع الصوره الاصليه اللي عندك تمام. وبعد كده الطبقه دي بتبقى سودا تمام. يعني عشان كده احنا عملنا ماسك بيساوي ان بيت والزيروز ونفس الطول والعرض والتايب بتاع يونت انيون ساين دي انتجر ايه تمام. فالفكره ان ديت لازم تكون طبقه يعني سمرة خالص، سودا خالص، وبعد كده بيبقى فيها طبقه جزء محدد كده بيبقى لونه ابيض ماشي، عشان اقدر احدد الجزء اللي انا عايزه من الصوره تمام. وبعد كده حددنا السنتر بتاع الصوره بتاعتنا اللي هو الايمج شيب 1 دي اللي هو عباره عن ويدث ماشي، وبعد كده الايمج شيب 0 ده عباره عن الهايت، وقسمناه على 2 وخدنا الانتجر بس ما خدناش الفلوت. عشان كده احنا عملنا علامتين 2 اللي هو القسمه ديت تمام. وبعد كده عملنا سيركل في النص بقى، وبعد كده السيركل ديت ادينا لها مثلا القيمه ديت الريديوس بتاعها 200 ماشي. وبعد كده اللي عملناها بيضه 255 ماشي، وعملنا لها فيل. وبعد كده ايه عرضنا الماسك. طب وبعدين اخر حاجه بقى احنا الفكره بقى كلها ان احنا بنستخدم مين، بنستخدم البيت وايز اوبريشنز. اكتر حاجه بنستخدمها في البيت وايز اوبريشن اللي هي الاند تمام. احنا لو انت ما شفتش البيت وايز اوبريشنز يا ريت ترجع وتشوفها، يعني لو انت مش فاهم الكلام ده كله. فهو الفكره ان البيت وايز اوبريشن بتاخد اتنين حاجتين اتنين، فلو انت جيت جبتهم وديتهم نفس الايمج هتديك نفس الصوره، فما حصلش اي تغيير ولا حصل اي حاجه. وبعد كده بقى هنعرض الصوره بعد ما عملنا لها ماسكينج. تعالى كده نشوف اهو، دي الفكره اهو، دي الماسك عباره عن يعني ايه، عباره عن الصوره بنفس الطول والعرض بتاع الصوره الاصليه تمام، وفي النص في دايره. وبعد كده ادي الصوره الاصليه. بعد كده انت يعني تخيلها ان انت جبت دهيت وحطيتها فوق ده، يعني جبت ديت وحطيتها فوق. فلو جيت بصيت لها كده هتلاقي ان ديت هي اللي ظهرت هنا، هتلاقي ان هتحس ان الطبقه، يعني تخيل ان الطبقه البيضه ديت عباره عن حاجه شفافه كده. فلما تيجي تجيب الحته دي الجزء ده وتحطه فوق الصوره الاصليه، مش هيبان الا الجزء ده بس تمام. فدي اللي انا قصدي عليه، ان انت دولت هو ده بقى عباره عن الماسكينج اللي احنا بنتكلم عليه تمام. فيعني حتى مثلا لو انت جبت مثلا هنا، يعني شوف تخيل مثلا لو انا جيت عملت ديت، يعني عملت الجزء ده كده، هتلاقي الصوره نفس الصوره طلعت ما حصلش اي حاجه اهو. دي بعد ما عملت لها ماسكينج، ودي الصوره الاصليه نفس الصوره ما حصلش اي تغيير. يعني الفرق ما بين الماسكينج بقى والكروب ان هو بيحدد لك الجزء اللي انت عايز تشتغل عليه بالظبط تمام. وبالتالي انت بتوفر جهد وبتوفر طاقه وكل حاجه ممكن تستخدمها في الكمبيوتر او الموارد اللي عندك بتوفرها. فالماسكينج ان هو بيحدد لك الجزء بس من الصوره اللي انت عايز تشتغل عليه. مثال على الماسكينج، مثلا افرض مثلا انت شغال على جهاز او مثلا على مشروع مثلا اللي هو فيس ريكوجنيشن، التعرف على الوشوش يعني والكلام ده كله او الاوجه. فالفكره ان انت اول حاجه فرضا ان انت خلاص اتعرفت على الوش او اتعرفت على وجه الشخص، فالمفروض ان انت مثلا ايه عايز تاخد وجه الشخص بس وتبدا تعمل عليه حسابات، مش عايز تعمل حسابات على الصوره كلها. فالفكره بقى ان انت ممكن هنا تستخدم الماسكينج. الماسكينج بقى هيفصل لك وش الشخص او الوجه بتاعه عن الصوره، وتبدا بقى تعمل حسابات بتاعتك، تغير مثلا في وشه وتعمل اي حاجه والكلام ده كله تمام، او ترسم حواليه مستطيل او اي حاجه. فالفكره في كده الماسكينج بيوفر عليك حسابات، بيحدد لك بس جزء من الصوره اللي انت عايز تعمل عنده يعني ايه كومبيوتيشنز وحسابات وكل حاجه يعني وكده، وما بيخليكش تشتغل على بيت الصوره
فده هيوفر لك موارد كتير وبروسيسور ورامات والكلام ده كله تمام. بس فهو دي الماسكينج يعني، هو كان فيديو سريع كده يعني، ويعني بس الماسكينج احنا ان شاء الله هنستخدمه كتير في الفيديوهات الجايه. فيا رب كل فيديو عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.